إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والنظير وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين ما اتصلت عين بالنظر ووأت أذن بالخبر وسلم تسليما كثيرا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nari amma ba'du ayyuhal muslimun fa hadhihi rihlatun ma'a aqwamin minas solihin alladhi tanafasu fil khairat wa tasabaqu ila ta'at na'am ma'a alladhina sara'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannat hadhihi akhbaru aqwamin lam yatahayyabu su'udal jibal bal naza'u an a'naqihim al aghlal واشتاقوا إلى الكريم المتعال هم رجال علوا إلى قمم الجبال ما حجبتهم عن ربهم لذة ولا اشتغلوا عن دينهم بشهوة فأحبهم ربهم وأدناهم وأعلى مكانهم وأعطاهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون نعم Wallahi la yastawun la yastawi man lailuhu qiyamun wa naharuhu siyam ma man lailuhu azbun wa anghom wa naharuhu kal an'am la yastawun amman ladhina amanu wa amilus salihat fama'wahumul jannah fama'wahumul jannah nuzulan bima kanu ya'malun wa amman ladhina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أيها المسلمون لو أردت أن تقف على أحوال المتقين فانتقل معي إن شئت إلى هناك ننتقل إلى المدينة انظر إلى هؤلاء الفقراء انظر إلى أبي هريرة وبلال وأبي ذر وسلمان لقد أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتاقون من الأغنياء عجبا الفقراء يشتاقون من الأغنياء فلماذا يشتاقون؟ هل لأن طعام الأغنياء ألذ من طعامهم؟ أم لأن لباس الأغنياء ألين من لباسهم؟ أم لأن بيوت الأغنياء أرفع من بيوتهم؟ كلا ثم كلا ما كانت هذه شكاتهم ولا كان في هذا تنافسهم أقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفوا بين يديه وقالوا يا رسول الله جئنا إليك نشتكي من الأغنياء قال وماذا؟ قالوا لقد ذهب أهل الدثور والأثرياء والأغنياء بالأجور الكثيرة والدرجات الأولى يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولكن لهم فضول أموال يتصدقون بها ولا نجد ما نتصدق بها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء
Iza fa'altumuhu sabaqtum man qablakum wa lam yudrikkum ahadun mimman yaji'u ba'dakum. Qalu na'am. Qal tusabbihuna fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa tahmiduna salasan wa salasin wa tukabbiruna salasan wa salasin. Fa farihal fuqara bihadza. Falamma qudiyatish shalah fabada'u yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmidun. Wa hina dhalika intafatal adniya. Fasa'aluhum an dhalika fa'akhbarul fuqara bihadhihi al-fadha'il fama kadat tilka al-kalimat tulamisu asma'al aghnia hatta tasabaqu ilayha fa idza Abu Bakr yusabbih wa Zubair yusabbih wa Utsman yusabbih wa Ibnu Auf yusabbih fa ba'da dhalika raja'a al-fuqara'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Rasulullah laqad sami'a ikwanuna al-aghnia bima 'allamtana fa fa'alu mislana fa'alimna shay'an akhar fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha na'am innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana radaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wa kana at-tanafus fil khairat huwa alladhi yusjilu bala as-salihin wa yarfa'u darajatil muttaqin ayyuhal muslimun ولننتقل إلى موقف آخر انظر إلى الشيخين الجليلين العالمين العابدين انظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاه كان عمر رضي الله عنهما يقول في نفسه كنت أتمنى يوما أن أسلك أبا بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالصدقة فقال عمر في نفسه اليوم أسلك أبا بكر وكان عند عمر مال حاضر من ذهب وفضة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه إلى نصفين وأبقى نصفا لإياله وجاء إلى النبي فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر يا عمر ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم مثله ثم بعد ذلك جلس عمر ينتظر أبا بكر فإذا أبو بكر جاء بسرة عظيمة جاء بأموال كثيرة فوضعها بين يدي صلى الله عليه وسلم فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله تركت لهم الله ورسوله الله أكبر ونظر إليه عمر وقال والله لا أسبق أبا بكر بعد اليوم أبدا أيها المسلمون وكذلك انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحدث أصحابه عن يوم القيامة ويخبرهم بأن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فيعجب الصحابة بهذا الفضل العظيم ودون إطالة يقفز عكاشة يقفز عكاشة رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم ففاز بها عكاشة ويغلق الباب ويقال لمن بعده لقد سبقك بها عكاشة أيها المسلمون لقد فاز عكاشة فدخل الجنة بغير حساب وارتفع أبو بكر على جميع الأصحاب وتنافس الأغنياء والفقراء والصالحون والأولياء همهم واحد كما أن ربهم واحد وقلوبهم ثابتة كما أن عزائمهم مالية أفلا نظرت إلى نفسك كيف همتك حينما رأيت صديقا لك سببك لدعوة إلى الله أو النفقة في سبيل الله أفلا تلوم نفسك حينما رأيت فلانا سببك في حفظ القرآن سببك في تعلم اللغة العربية وأنت غافل ولهان والآخر يسجد في الدرجات وينكر المنكرات وأنت عاكف على أمور تافهات والآخر يسببك إلى الجهاد وأنت على الأريكة والوساد ما حالك إذا علمت فلانا صواما في النهار وبكاء في الأسحار أيها المسلمون كيف تحدثك نفسك
li an tusabiqahum sal nafsaka wal jawabu ma'ak. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أيها المسلمون هكذا حال الصالحين والعلماء كانوا إذا عرفوا الفضائل تسابقوا إليها وثبتوا عليها أذاقهم الله نعم محبته وزين رؤوسهم بتيجان مودته وطهر سرائرهم بمراقبته ونعمهم بمودته فذاقوا نعيم الجنة قبل أن يدخلوها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبده خيرا استعمله وكيل كيف يستعمله يا رسول الله يوفقه للعمل الصالح ثم يقبله عليه أيها المسلمون فمن أحبه الله استعمله في دينه استعمله في طاعته داعيا إليه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مهتما بأمور المسلمين ناصحا للمؤمنين في روهينيا أخته في فلسطين أمه وفي فلسطين أبوه يتعلم لألامهم ويفرح لفراههم ولا يراه إلا واعظا لخلانه وناصحا لإخوانه ومؤثرا في زمانه ومكانه أيها المسلمون الكرام إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ بنفسه وثنى بملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة